يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى سيتوجه بحفظ الله ورعايته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم الخميس الموافق للثامن من شهر يونيو الحالي في زيارة يلتقي خلالها مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث يجري جلالته مباحثات مع فخامته تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.